بالفنان محمود عامر في الفجر الفني. وعايزين الاول نتكلم على النهارده وعلى ان شايف ان التجربه النهارده ازاي, وان المسرح المصري هل هينافس المسرح النقابه؟ المسرح المصري قلت في البداية المسرح المصري, فالمسرح المصري ده اي مسرح يقدم في مصر سواء قطاع خاص سواء قطاع عام, ثقافه جماهيريه, فرق مستقله, فرق خاصه, جامعات, مراكز ثقافيه, كلها بتصب في بوتقه اسمها المسرح المصري. لكن لما نقابه المهن التمثيليه تحتفي بمهرجان خاص بيها وبمبدعيها من الفنانين ومن الشباب وبتقدمهم للناس, لانك انت بتقدمي 25 عرض, العروض دي بتقدمي فيها طاقات فنيه جديده بتقولي ان مصر ولاده والفن معين ولا ينضب على الاطلاق, وان شاء الله تشوف حاجه تشرف باذن الله. من يومين شفنا بوست حضرتك بتتكلم عن الادوار وان قله الادوار الفتره دي, وانك حضرتك قلت واحنا لازم نشتكي من الفقر علشان احنا نشتغل. لا هو انا ما بتكلمش عن نفسي انا كمحمود عامر, لا انا اتكلمت لان دي بقت ظاهره موجوده والكل لمسها. كل من قدم شكوى, انا مش بلوم على من قدم الشكوى, لان اللي قدم الشكوى اكيد عنده وجع, عنده الم, فمش عارف يعمل ايه, فوجه ده فكان استجابه سريعه, فاصبح الكل اللي كان بيخشى او بيستحي او بيتكسف او كرامته ناقه عليه ان هو يقول الكلام ده, فبدا الكل يقول. فانا بعتب بقول يعني هو لازم الواحد يقدم شهاده فقر ولازم يقول ان انا في احتياج علشان يبدي ابداعه؟ يعني ما هو لازم في حل. ايه الحل؟ في ايديكم بقى. وسالت هو العيب فينا ولا العيب فيكم؟ طب انت بتشتغلي كفنانه وبتحققي نجاح وبعد كده ولا كان حد يعرفك, واللي يوجعك قوي قوي ان الناس تقابلك في الشارع تقول لك انت فين, ما تظهريش الى اخره يعني كده, وربنا يسهل الحال ان شاء الله. طب حضرتك انت شايف ان شكوى الفنانين على التيك توك او على الفيسبوك زي مثلا الفنانه رباب حسين, الفنانه مع احمد, الفنانه احمد سعد ميشو الفتره دي, واحمد عزمي اخرهم برضو, شايف ان هو هل ده معاه ولا ضده؟ بصي انا كمحمود انا ضده ماشي, لكن كل واحد عنده الاحاسيس الخاصه والوجع الخاص بتاعه, مش هقدر اقول له لا انت ما تقولش او تقول, يعني زي ما بقول ايه النار ما بتحرقش غير اللي كبشها, انا مش حاسس بسين او صد او من الناس, يمكن هم عندهم الجرأة ان هم يقولوا كده, لكن انا ما عنديش الجرأة ان انا اقول كده. لكن طالما في منافذ الابداع مقفوله كلها زي صوت القاهره, زي قطاع الانتاج, زي مدينه الانتاج الاعلامي, بندعو الى عوده هذه الوحدات الانتاجيه الكبيره عشان تنتج وتبدا. احنا عندنا 600 الف منصه, فالناس موجوده والاعداد بتزيد ومصر كل يوم ولاده, فيبقى في عداله في التوزيع على الادوار للفنانين اللي هم اعطوا عمرهم كله في الفن, ما يجوش على اخر ايامهم ويتسولوا يعني. بس شايف ان مهرجان نقابه المهن التمثيليه ممكن يدي فرصه للناس كتير قوي ان هم يرجعوا للتمثيل تاني؟ ما هو ما بيديش للناس اللي هم القدام, هو بيعمل تجارب مسرحيه فنيه بالاجيال الجديده, لكن في مبادره انتاج لنقابه المهن التمثيليه, وانا بتمنى من خلال الفجر بقول ان في عندنا اتحاد نقابات فنيه سينمائيين وموسيقيين وتمثيليين, ليه ما يتعملش شركه خاصه بالناس دي ويبقى في تجارب فنيه مع الناس كلها وكل واحد يبقى له دور, انا ما بفرضش عليك كمخرج بقول لك خد فلان خد علان بتاع, لكن اكيد كل واحد له دور, كل ما فيش عمل كده, ما بتكلمش عن نفسي برضه بس انا اتكلم كمثال, ما فيش الاعمال كلها ماليش انا فيها دور, استحاله يعني انا او غيري او كده وبتاع. نتمنى من الله ان يصلح الحال, ولان القوى الناعمه في مصر دي قوه كبيره جدا جدا ومصدر دخل قومي كبير قوي, بس نجيد استخدامها وتفعيلها بشكل جيد. شكرا لحضرتك. عفوا.